بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات مادة الجبر للصف الثاني الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2016-2017. معاكم ناصر سالم. معلش احنا ما خلصناش المنهج، فعشان الامتحانات إن شاء الله هنبدأ في الاختبارات العامة اللي موجودة في نهاية الكتاب المدرسي. دي اختبارات في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. اللي انت هتعمله، هتسمع الفيديو، السؤال انا بحله، هتوقف الفيديو وبعدين تحله انت بإيدك. يبقى دي الخطوة الأولى. يبقى الخطوة الأولى إيقاف، الفيديو لكل سؤال. يبقى انت بتشوف السؤال وتبدأ توقف الفيديو وتحله بعد ما شفت الحل مني. الخطوة الثانية بعد ما خلصت الامتحان بالكامل، خلاص تقفل الفيديو وتفتح الاختبار، تفتحه معاك ورقة وقلمك وتبدأ تحل الاختبار بالكامل. حاجة نسيتها روح راجع للفيديو مرة ثانية ان شاء الله. لو حليت معايا الخمس اختبارات دول هضمن لك ان شاء الله ان انت تجيب درجة كبيرة جدا في مادة الجبر. خلاص نبدأ الاختبار الاولاني على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول دايما بيبقى سؤال موضوعي، اختار الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطى. بيقول لي اذا كان 5 أس س يساوي 2 فان 25 أس س، يبقى المفروض السين دي هتتضرب في 5، يعني السين دي هتتضرب في 5، يعني 25. 25 أس 2 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 أس 2، اللي هي دي. انا هشتغل على دي، 5 أس 2 أس س، مظبوط كده. 5 ب 25، ما غيرتش انا حاجة خالص. طيب ما 5 أس 2 بكام؟ 5 أس 2 5 أس س، خلينا نقول 5 أس س، يبقى أس 2 هتساوي 5 أس س ب2، يبقى 2 أس 2 يعني كام؟ يعني 4. يبقى الإجابة رقم د. طيب السؤال الثاني، الشكل الذي يمثل دالة في س من بين الأشكال الآتية. دالة في س يعني إيه؟ يعني لو انا خدت خط رأسي، خط رأسي مش خط افقي، خط رأسي بيقطع هذه الدالة في نقطة واحدة، بيقطع هذه الدالة في نقطة واحدة. هنا دي قطعها في نقطتين. هنا لو انا خدت حتى النقطة دي هيقطعها لي في نقطتين، يبقى دي ليست دالة. هنا أيوة، يبقى ديت بيقطعها أي خط رأسي هيقطع الدالة في نقطة واحدة، يبقى الشكل جيم هو الدالة. هنا برضو متهيألي طالما يوازي محور الصادات يبقى ليست دالة على طول، يبقى ليست دالة. طالما يوازي محور الصادات يبقى ليست دالة. طيب إذا كان منحنى رقم 3، إذا كان منحنى صاد يساوي لو للأساس 4 للقيمة 1 ناقص ألف سين يمر بهذه النقطة. طيب هنا أنا عندي قاعدة بتقول إيه؟ عندي قاعدة بتقول لو أنا عندي صاد تساوي لو سين للأساس ألف، لو سين للأساس ألف معناتها إيه؟ معناتها إن ألف أس صاد، ألف أس صاد هيساوي السين. الألف ده هيبقى هو الأساس هنا، يبقى ألف أس صاد يساوي السين. أنا هستخدم القاعدة ديت، ماشي؟ القاعدة دي مهمة جدا جدا ولازم تبقى عارفها. أنا هستخدم هذه القاعدة، يبقى نستخدم هذه القاعدة هنا. يبقى الأساس عندي كام؟ 4. يبقى أنا عندي 4 أس صاد هتساوي السين، السين اللي هو اللي جوه ده اللي هو 1 ناقص ألف سين. تمام جدا. أعوض بقى عن السين والصاد بالقيم اللي عطاني. الصاد بكام؟ الصاد بربع، الصاد بسالب نص، يعني 4 أس سالب نص. تمام، تساوي 1 ناقص السين بكام؟
السين بربع، يبقى ربع ألف ناقص ربع ألف. خلاص ديت بدل ما كده نزلها تحت، هنزلها تحت، يبقى واحد على أربعة أس نص تساوي واحد ناقص ربع ألف زي ما هي. طيب أربعة أس نص معناتها إيه؟ جذر التربيع الأربعة. جذر التربيع الأربعة بكام؟ باتنين، يعني معناتها نص هيساوي واحد ناقص ربع ألف. ممكن أضرب في أربعة، لما أضرب دي في أربعة يدينا اتنين، يساوي أضرب هنا في أربعة يبقى أربعة، أضرب هنا في أربعة يبقى ألف. الألف هتطلع بره بالموجب يبقى ألف، والاتنين هتخش جوه يبقى الألف هتساوي أربعة ناقص اتنين يعني اتنين، يبقى قيمة الألف اتنين، قيمة الألف اتنين. طيب تمام. السؤال رقم أربعة بيقول لي إيه الدالة الأحادية؟ إيه الدالة الأحادية؟ لو أنا عندي دالة دال سين، خلاص؟ فأقول على هذه الدالة دال سين أحادية لو أنا عندي دال ألف، عوضت بدال ألف وسويتها بعوضت بدال باء وسويت الدالتين أو القيمتين ببعض، هيدينا إيه؟ يطلع في النهاية إن الألف يساوي الباء، يطلع في النهاية إن الألف يساوي. تعالى كده نعملها على الدالة الأولانية كده، يبقى أنا أقول إيه؟ دال واحد ألف يساوي، عشان أشيل السين وأحط ألف، يبقى ألف زائد اتنين، تمام. دال اتنين باء، أو دال واحد باء معلش، يبقى دال واحد باء يساوي باء زائد اتنين، أساوي الدالتين ببعض كده يبقى دال واحد ألف يساوي دال واحد باء، أحط قيمها يبقى ألف زائد اتنين يساوي باء زائد اتنين. الاتنين هنا ممكن تطير مع هنا، يبقى أعطاني إيه؟ إن الألف يساوي باء، أعطاني ألف يساوي باء، يبقى هي دي الدالة الأحادي. لو انت نفذت نفس الخطوات مع الدوال الباقية مش هيطلع ان الالف يساوي الباء. هي كده يعني ايه حظك ان ايه اول واحدة طلعت دالة احادي. السؤال الثاني بيقول لي عين مجال كلا من الدوال الاتية، دال سين تساوي سين على الجذر التربيعي الواحد ناقص سين. هنا انا عندي ايه؟ فوق ما فيش اي مشكلة فيه، فوق ما فيش اي مشاكل خالص، يبقى انا عندي ايه؟ لازم اللي تحت الجذر يكون اكبر من الصفر، معناته ان واحد ناقص السين اكبر من الصفر. في ناس بقى بتغلط في ديت غلطة شنيعة. ايه الغلطة الشنيعة؟ ان يروح مودي هنا السين بالموجب ويخليها بنفس الايه؟ بنفس الوضع كده معايا؟ لا، انا بقى ايه؟ انا هودي السالب واحد، يبقى سالب سين اكبر من سالب واحد. لو انا قسمت على السالب يبقى هنا يدينا سين، بس الاشارة هتتغير اتجاهها، يبقى سين اقل من الواحد. سين اقل من الواحد يعني ايه؟ يعني سين هتنتمي للفترة المفتوحة، اقل من الواحد يعني من واحد لسالب ما لا نهاية، يبقى سالب ما لا نهاية وواحد مفتوحة من الطرفين، يبقى س تنتمي للفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية وواحد سالب ما. ليه؟ لأن لازم اللي تحت الجذر ده يكون أكبر من الصفر، ما تقوليش بقى يساوي الصفر لأنه لا يمكن يساوي الصفر. هنا الدالة الثانية راء س هتساوي س ناقص واحد على س تربيع ناقص واحد زائد واحد على س زائد واحد. ممكن أوحد مقامات، نوحد مقامات، يبقى س تربيع ناقص واحد في س زائد واحد. اقسم، لما اقسم ده على ده يديني التاني اللي هو س زائد واحد، هيبقى يدينا س ناقص واحد في س زائد واحد، تمام. لما اقسم ده على س زائد واحد هيدينا س تربيع، يبقى زائد س تربيع ناقص واحد هيساوي، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن س ناقص س تربيع ناقص واحد زائد س تربيع ناقص واحد على هنا بقى س تربيع ناقص واحد في س زائد واحد. يبقى انا هجيب ايه؟ اجيب اصفار المقام. اصفار المقام هيدينا س تربيع ناقص واحد في س زائد واحد تساوي صفر. دي س تربيع ممكن احللها، يبقى س ناقص واحد في س زائد واحد في س
زائد واحد تساوي صفر. معلش نكملها فوق. يبقى اما سين هتساوي الواحد او السين هتساوي سالب واحد. دي اصفار المقام. يبقى سين تنتمي ل او هو عايز ايه؟ عايز مجالها. ماشي هتقول له سين تنتمي لحا ناقص اصفار المقام. اصفار المقام اللي هي ايه؟ اللي هي الواحد والسالب واحد. يبقى ح ناقص اصفار المقام. ح ناقص اصفار. احنا ادينا الكسريه الجبريه مدى مجالها بيبقى ح ناقص اصفار المقام. واضحه كده؟ سهله وبسيطه وسؤال مباشر ما فيهوش اي مشاكل. بيقول لي اذا كانت دال داله حيث دال س تساوي داله معرفه باكثر من قاعده س تربيع لما س اكبر من الصفر وسالب 2 س لما س اقل من الصفر فارسم الشكل البياني للداله ومن الرسم اوجد مدى هذه الداله. عايز ترسم مباشره ارسم. لو انت هتعرف ترسم مباشره. مش هتعرف ترسم اعمل جدول. اعمل لدي جدول واعمل لدي جدول. هنا انا اقدر ارسمها مباشره. دي ايه ديت؟ دي داله تربيعيه معايا متماثلة حول محور الصادات ورأسها النقطة صفر وصفر. يعني هتبقى كده والطرف الثاني كده. بس هو ايه؟ هنا محدد لي المجال بتاعها ان س اكبر من الصفر. يعني المنطقة دي فقط من هنا وماشية كده لحد ما لا نهاية. يبقى انا هاخد الجزء اليمين فقط من الدالة معايا. يبقى دي الجزء الاولاني اللي فوق. طيب الجزء الثاني لما تحط هنا 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 ص او د س هتساوي سالب 2 س. خلينا نشوفها كده. احط الايه؟ احط الس تساوي صفر. يبقى الص هتساوي او الدال س هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. يبقى النقطه صفر وصفر مظبوط. طيب لما احط الصاد فين هي؟ ايوه لما احط الصاد بصفر برضو السين هتدينا ايه؟ هتدينا صفر. هتدينا صفر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه هيبقى خط مستقيم يمر بنقطة الصادات او بمحور الصادات. خط مستقيم يمر بمحور الصادات. هيبقى ازاي بقى؟ كده سالب ولا موجب؟ يعني مثلا لو انا خدت جدول صغير كده هيت. ادي السين وادي الصاد. معايا لو انا حطيت مثلا صفر وسالب واحد وواحد وسالب اتنين مثلا. صفر يبقى هيدينا صفر مظبوط. سالب واحد هيدينا اتنين. واحد هيدينا سالب اتنين. سالب اتنين هيدينا اربعة. طيب نحط النقط دي كده. ادي صفر. بس انا عندي المجال ايه؟ اقل من الصفر. يعني سالب واحد دي لازم تبقى سالب. ما فيش عندي واحد يبقى لازم كله سوالب. يبقى سالب واحد باتنين. ادي سالب واحد وادي سالب اتنين. طبعا سالب واحد بكام؟ سالب واحد باتنين. سالب واحد باتنين. ادي سالب واحد باتنين مثلا وسالب اتنين باربعة. يبقى هتبقى شكل الدالة بهذه الصورة. طب ليه؟ ما هو ممكن يمشي كده. بس هو قال لي ايه؟ قال لي اللي اقل من الصفر. قال لي اللي اقل من الصفر. يبقى انا باخد يعني هو المفروض هيمشي كده. ده انا مش عايزه لانه مش خارج المجال. والمفروض ده هتبقى كده. ده انا مش عايزه برضو لانه خارج المجال. يبقى ده شكل الايه؟ شكل الداله. شكل الداله ادي الجزء الاولاني من س تربيع وادي الجزء من سالب 2 س. ده الرسم. يبقى انا عرفت ارسمها بكل سهوله وما فيهاش اي مشاكل خالص. عايز مدى الداله بقى. مدى الداله المدى من المدى اللي على محور الصادات. يبقى مدى الداله فين؟ ايوه من صفر لما لا نهايه. هو ماشي كده على طول ما فيش حاجه في السوالب خالص. يبقى من صفر الى ما لا نهايه. يبقى مدى الداله هو الفتره صفر. والصفر معانا ولا الصفر؟ الصفر مش معانا خالص لانه مفتوح من هنا. هنا اكبر من صفر يبقى الصفر مش معانا. يبقى مفتوحه من عند الصفر. لازم تركز في دي. يبقى صفر وايه؟ وما لا نهايه. ده مدى الداله اللي عايزها. مدى الداله اللي عايزها. لو طلب مني بقى التزايد والتناقص يبقى الداله تزايديه في الفط. دي تزايديه ودي ايه؟
ودي مأكولة بيمشي كده، يبقى الدالة تناقص، يبقى تزايدية ممكن تقولها برضو، هو مش طالبة، تزايدية في الفترة من صفر، طبعا الصفر مش معانا، يبقى من صفر وما لا نهاية، وتناقصية في الفترة من سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية وصفر مفتوحة أيضا، سالب ما لا نهاية وصفر مفتوحة أيضا. يبقى أنا جبت المدى وجبت الفترات التزايد وفترات التناقص. السؤال الثالث بيقول إذا كان دال واحد من ح إلى ح، يعني مجالها ح ومداها ح، حيث دال واحد س يساوي 3 س سالب واحد، يبقى دي الدالة الأولى، دال واحد 3 س سالب واحد، ودال اتنين على الفترة سالب اتنين وتلاتة، مجالها الفترة سالب اتنين وتلاتة، لح مداها ح، حيث دال اتنين تساوي تلاتة ناقص اتنين س، فارسم الدالة دال واحد زائد دال اتنين محددا مجالها. طيب لما يكون عندي دالة، هو عايز دال واحد زائد دال اتنين، معلش هفكرك، لو انا عندي دالتين يبقى دال واحد زائد او ناقص دال اتنين، هيبقى مجالها ايه؟ مجالها ميم واحد تقاطع ميم اتنين، حيث ميم واحد مجال الدالة دال واحد، وميم اتنين مجال الدالة دال اتنين. لو دال واحد مضروبة في دال اتنين، هيبقى مجال الدالة دال واحد مضروبة في دال اتنين، مجالها هيبقى ايه؟ ميم واحد تقاطع ميم اتنين ايضا. طيب لما دال واحد مقسومة على دال اتنين، هيبقى مجالها ميم واحد تقاطع ميم اتنين ناقص اصفار المقام، ناقص اصفار المقام. يبقى ده المجال، يبقى ده المجال المشترك لحاصل جمع دالتين. يبقى عشان اجيب ده المجال المشترك لحاصل جمع دالتين، يبقى هنجيب ميم واحد تقاطع ميم اتنين، حيث ميم واحد ممكن تقول له كده، ميم واحد هو مجال الدالة دال واحد، وميم اتنين هو مجال الدالة دال اتنين. يبقى هاي نكتبها لك، حيث ميم واحد مجال الدالة دال واحد، وميم اتنين مجال الدالة دال اتنين. مظبوط. يبقى ميم واحد ايه؟ ميم واحد ح، لما قطعها مع الفترة المغلقة سالب اتنين وتلات، دي موجودة في ح ولا مش موجودة؟ التقاطع بيديني الصغيرة، يعني هيديني ايه؟ هيديني سالب اتنين وتلاتة. يبقى مجال الدالة او المجال المشترك للدالتين هو سالب اتنين وتلاتة، هو سالب اتنين وتلاتة. عايزين نرسمها، طب عايزين عشان نرسمها، يبقى دال واحد زائد دال اتنين للسين هيساوي ايه؟ نجمع الدالتين، هيدينا تلاتة سين ناقص واحد زائد التلاتة ناقص اتنين سين، نجمع يبقى تلاتة سين ناقص اتنين سين يبقى سين، وناقص واحد يبقى زائد اتنين، يبقى دي الدالة الجديدة، يبقى دي دال واحد زائد دال اتنين سين. عايز ارسمها يبقى كأن دي صاد، خليها كأنها دي صاد، يبقى احط السين بصفر، يبقى لما السين تساوي صفر، الصاد او الدال واحد زائد دال اتنين سين هتساوي ايه؟ هتساوي صفر، يبقى النقطة الاولانية صفر وصفر. خلينا هنعملها كده، هي كروكي بس. طيب لما احط الصاد بصفر، لما الصاد بصفر السين هتبقى بسالب اتنين، يبقى النقطة التانية اللي هي التقاطع سالب اتنين وصفر، يبقى انا عندي نقطتين صفر وصفر، ادي النقطتين صفر وصفر، والنقطة الثانية سين بصفر، يبقى الصاد باتنين، معلش يبقى صفر واتنين، معلش يبقى صفر واتنين، صفر واتنين فين؟ ادي الصفر واتنين، ادي الصفر واتنين عند محور الصادات، ادي الصفر واتنين، يبقى دي النقطة صفر واتنين. طيب والتانية سالب اتنين، ادي سالب اتنين وصفر، يبقى سالب اتنين وصفر اوصل النقطتين مع بعض، يبقى ده نتيجة الدالة، بس مش كلها، معلش هنا المجال بتاعها ايه؟ سالب اتنين وتلاتة، يبقى معلش انا امسح، انا عندي سالب اتنين من هنا، يبقى سالب اتنين لحد التلاتة، يبقى ده بيتمسح، ده بشطب، ده ادي نقطة سالب اتنين وصفر اهي لحد التلاتة، يبقى هنا ادي التلاتة فقط، يبقى لحد التلاتة فقط، يبقى ده الايه؟
ده الرسمة بتاعتي اللي هي دي فقط، دي فقط انا بقى برسمها لك اهي. يبقى من عند سالب 2 و3، من عند سالب 2 و3. طيب المدى بقى هو عايز ايه؟ محددا مجالها ثم ابحث اطراد هذه الدالة. مش طالب المدى، فارسم الدالة محددا مجالها، حددنا مجالها خلاص. عايز اطراد الدالة، اطراد الدالة، هل الدالة دي ايه، تزايدية ولا تناقصية؟ الدالة ماشية كده، كل ما بتزيد يعني انت في الفترة دي كل ما س بتزيد الدالة بتزيد، كل ما س بتزيد الدالة بتزيد، يبقى الدالة ايه؟ يبقى تقول له كده الدالة تزايدية على الفترة اللي عندي اللي هي فترة المجال سالب 2 و3. سالب 2 و3. 2 بيقول لي اوجد الدالة العكسية للدالة ص تساوي س زائد 2 ومثلهما في شكل واحد. عشان اجيب الدالة العكسية افكرك انا بالدالة العكسية، الدالة العكسية هي اولا لازم تكون دالة احادية، لازم تكون دالة احادية. تاني تبديل المتغيرين س وص، يعني هو عاطيني الدالة ص في س، يبقى الدالة العكسية هتبقى س في ص، هتبقى س في ص. يبقى عشان احل المسألة دي بعمل ايه؟ اولا اثبت ان الدالة احادية، اثبت ان هذه الدالة احادية. يبقى يا اما اثبتها بالالف والباء او اثبتها من الرسم. اسهل طريقة ان انا اثبتها من الايه؟ من الرسم. طيب نرسمها كده، ادي ص تساوي س زائد 1، يبقى انا بحط الس تساوي 0، يبقى الصاد هتساوي ايه؟ هتساوي 1. يبقى النقطة الأولى ايه؟ 0 و1، نقطة التقاطع مع محور الصاد. تحط الصاد بصفر، الصاد بصفر، يبقى س هتساوي سالب 1، سالب 1. يبقى النقطة التانية سالب 1 وصفر، سالب 1 وصفر، نقطة التقاطع مع محور السينات. يبقى أنا أرسمها بكل سهولة كده خلاص، أنا أقدر أرسمها. النقطة الأولانية 0 و1، أدي 0 و1، دي 1 معايا، يبقى دي النقطة الأولانية. النقطة التانية سالب 1 و0، أدي سالب 1 و0، يبقى أنا رسمتها أهو. ماشي، يبقى دي هت إيه؟ تروح كاتب عليها كده أن ص تساوي س زائد 1، عشان يعرف اللي بيصحح إن هي دي الدالة الأولانية. الدالة الأولانية عشان أثبت إنها أحادية باخد خط أفقي، لو قطع الدالة في أكثر من نقطة يبقى ليست أحادية، يقطعها في نقطة واحدة خط أفقي موازي لمحور السينات، قطعها في نقطة واحدة يبقى الدالة أحادية. يبقى نقدر نقول له هنا إيه؟ أن الدالة ص تساوي س زائد 1 أحادية بالاختبار الخط الأفقي. اختبار الخط الأفقي لازم تقول له الكلمة دي، باختبار الخط، لأن أنا أثبتها له باختبار الخط الأفقي معايا. طيب الدالة بقى التانية يبقى بتبديل، بتبديل المتغيرين لإيجاد الدالة العكسية. يعني إيه؟ أبدل السين مكان الصاد، يعني الدالة هتكون سين تساوي صاد زائد الواحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الصاد تساوي سين ناقص الواحد. يبقى دي الدالة الجديدة، هي دي هي، بس انا عشان اعرف ارسمها، بس عشان اعرف ارسمها عشان ما اتلخبطش ممكن ارسمها على دي على طول. هنا بحط السين تساوي صفر واطلع الصاد، يبقى احط هنا السين تساوي الصفر، يبقى الصاد هتساوي ايه؟ هتساوي سالب 1، السين بصفر، الصاد هتساوي سالب 1. يبقى النقطة الاولانية صفر وسالب 1، احط الصاد بصفر السين هتطلع بواحد، يبقى 1 و0 النقطة الثانية. ارسمهم، يبقى 0 و-1، 0 و-1، ادي 0 و-1 معايا. النقطة التانية 1 و-1 و0، ادي 1 و0، ادي 1 و0، ووصل بيناتهم هتلاقي الخط ايه بيوازيهم. يبقى دي الدالة، الدالة س تساوي ص زائد 1 اللي هي الدالة العكسية، اللي هي الدالة العكسية. لازم تكتب عليهم كده بهذا الشكل بحيث ان تقول له ان ده منحنى الدالة الأولى وده منحنى الدالة العكسية له. طيب
السؤال الرابع بيقول لي أوجد في ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية. ناخد المعادلة الأولى، المعادلة الأولى بتقول لو س للأساس 4 تساوي 1 ناقص لو للأساس 4 للس سالب 3. تمام، عندك طريقتين، ممكن أطلع دي بالسالب بره معايا، او ممكن دايما لما يجي لك واحد خليه له بنفس الاساس اللي موجود ده. يعني ما اقدر اقول ايه، يبقى له السين للاساس 4 تساوي له 4 للاساس 4، ما هو بواحد، ناقص له 4 له سين ناقص 3 للاساس 4. لما بطرح لوغاريتمين معناته ان ايه، لوغاريتم واحد ومقسومين، يبقى له السين للاساس 4 تساوي له للأساس 4 لإيه؟ لأربعة على س ناقص 3. لما لو يساوي اللو يبقى الس تساوي الس، أو اللي داخل اللو يساوي اللي داخل اللو، يعني هيدينا، خلينا نكتبها هنا كده، هيدينا إيه؟ إن الس هتساوي 4 على س ناقص 3. طيب نضرب طرفين في وسطين، س في س ناقص 3، لما اضرب يبقى س في س بس تربيع ناقص 3 س تساوي 4، ادخلها بالمره يبقى ناقص 4 تساوي 0. لما احلل هذا المقدار بيساوي 0، يبقى الس والس هنا 4 1، الكبير بياخد اشاره الحد الاوسط، وهنا دي هتبقى سالب، يبقى س سالب 1 في س سالب 4، في س موجب 4 معلش، يبقى دي موجب 1، موجب 1. يبقى أنا عندي إيه؟ إما الس تساوي سالب 1 أو الس تساوي 4. ده مرفوض. حد عارف ليه مرفوض؟ لازم تقول له ده مرفوض، س تساوي سالب 1 مرفوض. ليه؟ بالظبط كده، لأن الدالة، الدالة اللوغاريتمية أكبر من الصفر، لأن لا يمكن تكون له أي قيمة هنا ديت تساوي أقل من الصفر أبدا، يبقى يا إما صفر أو من أكبر من أو يساوي الصفر، أكبر من أو يساوي الصفر، إنما لا يمكن تساوي قيمة سالبة أبدا، يبقى ده مرفوض. معناتها إن إيه؟ هو عايز مجموعة الحل، يعني مجموعة الحل هتساوي كام؟ هتساوي 4. مجموعة الحل هتساوي 4. طيب باء بيقول لي ايه مقياس، لما يقول لي مقياس ممكن اكتبها كده، يبقى س زائد 2 الكل تربيع، تمام، يساوي س ناقص 3 الكل تربيع، تمام، افك يبقى س تربيع زائد 2 في 2 4، س زائد 4 يساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 9، تمام، س تربيع راحت مع الس تربيع، لما اروح هنا س تربيع 6 س تربيع و 4 س يبقى 10 س، ودي هتروح يعني 5، 4 ناقص 9 ناقص 4 يبقى 5، يبقى س هتساوي ايه؟ 5 على 10، يعني س هتساوي نص، يبقى مجموعة الحل تساوي نص، مجموعة الحل بتساوي نص. طيب اتنين بيقول لي استخدم منحنى الدالة دال حيث دال س يساوي س تربيع، شكلها ازاي؟ دال س تساوي س تربيع، شكلها بيبقى متماثلة، رأسها نقطة الأصل صفر وصفر متماثلة، وطبعا ايه اتجاهها لأعلى، يعني الرأس قيمة صغرى. طيب عايز يستخدم بقى القيمة ديت، يستخدمها في رسم المنحنى دال س زائد 2. يبقى دال 1 س هتصبح ايه؟ اشيل السين واحط في ديت، اشيل السين واحط س ناقص 2، يعني س زائد 2 قصدي، يبقى س زائد 2 الكل تربيع. عايز امثلها ديت، امثلها ازاي؟ يبقى رأس هذه او هذا المنحنى هو، احنا قلنا الرأس بيساوي ايه؟ الرأس القيمة ديت اللي هي الباء، القيمة دي بحطها بايه؟ بصفر، يعني عندي السالب 2، عندي السالب 2، والجيم بصفر، الجيم بصفر، يبقى رأس هذه المنحنى، هذا المنحنى سالب 2 وصفر، سالب 2 وصفر.
خلاص اتجاه المنحنى لأعلى، لأن الألف موجبة. يبقى أنا ممكن أرسم الدالة الأولانية، يبقى أدي الدالة الأولانية، أدي الدالة الأولانية، تمام، اللي هي إيه؟ ممكن تكتب عليها كده دال س تساوي س تربيع. الدالة التانية رأسها سالب 2، أدي 2 سالب 2 وصفر، واتجاهها الأعلى، يبقى هيبقى بهذه الصورة. يبقى تكتب عليها برضو أدي س زائد 2 الكل تربيع، اللي هي دال س، يبقى دال س س زائد 2 الكل تربيع. يبقى أنا رسمت الإيه؟ رسمت، وعايز الرسم فقط. يبقى ده رسمت، ولازم تكتب على كل منحنى اسم المنحنى بتاعها. يبقى ده دال س تساوي س تربيع، وده دال س بيساوي س زائد 2 الكل تربيع. طيب المنحنى الثاني س تربيع زائد 3، س تربيع زائد 3، هو دال س، دال س بس س تربيع زائد 3. رأس المنحنى فين؟ هنا انت ممكن ادي دال 2 س تساوي س تربيع زائد 3، يعني انا ممكن اعملها كده س ناقص صفر الكل تربيع زائد 3. الصفر ده اللي هو الحركة السينية، شايف انت اللي هو ايه؟ الازاحة السينية، معلش. يبقى اللي جنب السينات، اللي بيبقى جنب السينات على التربيع ده الازاحة السينية. يبقى انا شايف لما نفس المنحنى ده بس حركته قيمة سالب 2 ورسمت. طيب هنا بقى حركه قيمة صفر، يعني على نفس الايه؟ على نفس الصادات، بس دي الازاحة الصادية، يعني كام هيطلع؟ كام هيطلع؟ 3. يبقى عندي التلاتة، ادي التلاتة اهيت، وارسم المنحنى التالت. يبقى ده رسمت المنحنى رقم 3. يبقى اكتب عليها كده دال 2، دال 2 س يساوي س تربيع زائد الايه؟ س تربيع زائد 3. مفهوم كده؟ وانا شرحت، معلش انا ما شرحتش الداله التربيعيه، ولكن داله المقياس تيبيكال هي الداله التربيعيه. ليه داله المقياس؟ لان انا مقياس السين هي س تربيع، كأن استخدمت بدل مقياس السين استخدم السين تربيع. واضح كده؟ امتحان سهل وبسيط، وزي ما قلت لك لو انت ممكن تبقى قاعد وبتستمع وفاهم ومستمتع ان انت فاهم وحاسس ان الرياضيات سهله، انما لو انت قفلت الكتاب وجيت تحل مش هتعرف تحل. فانت لازم تدرب نفسك على الحل. لو انت حليت الامتحان ده حله مرتين، لو انت حليته مرتين والامتحان اللي بعده حليته مرتين، الامتحان اللي بعده حليته مرتين، خلاص هتخش الامتحان ان شاء الله. ان شاء الله هتلاقي نفس الاسئله ديت بالشكل، بنفس الشكل كده هتلاقيها في الامتحان، تحل امتحانك وتطلع ان شاء الله وتجيب الدرجه النهائيه باذن الله. اشوفكم في الامتحان القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.